بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله نتعلم مع بعض النهاردة مهارات التحكم في تنسيق المنشور، ومن خلالها نقدر نتعلم مع بعض مهارات التحكم في خيارات المنشور. طبعا أنا عندي مجموعة من المنشورات كنت شغال عليها. هنختار مثلا منشور بطاقة تحية ويتم الضغط عليه بالنقر المزدوج بالماوس عشان يفتح لي المنشور كما بالشكل اللي قدامنا ده. عشان نغير في تنسيقات المنشور هيتم الذهاب إلى قائمة تنسيق، هينزل منها مجموعة من الأوامر، هيتم اختيار تنسيق منشور، هيتم الضغط عليه، هيظهر لي هنا هوت تنسيق المنشور. هنلاقي فيه هنا تغيير القالب لو أنا حابب أغير القالب ده خالص، الشكل يعني أو التصميم، وفي حجم الصفحة لو أنا عايز أغير حجم الصفحة. نمسك الأول الجزء بتاع تغيير القالب ويتم الضغط عليه، هيظهر لي هنا زي ما احنا شايفين مجموعة من القوالب الجاهزة. لو انا على سبيل المثال حبيت مثلا اختار اي قالب من القوالب دي وليكن مثلا شعاعي، هيتم اختيار التصميم او القالب شعاعي ثم الضغط على موافق. هنا هيظهر لي شاشة فيها مجموعة من الخيارات بيقول لي هل تريد تغيير المنشور الموجود او انشاء منشور جديد، ويديني اختيارين تطبيق قالب على المنشور الحالي او لن انشئ منشور جديد باستخدام النص والرسومات الخاصة بيه. طبعا زي ما انت تحب. انا هنا هقول له لا، طبق القالب ده على المنشور الحالي، يعني ما تغيرش حاجة ولكن طبق الكلام ده كله فين على نفس المنشور، وهيتم الضغط على موافق. هنلاقي هنا هوت غير لي المنشور للتصميم اللي انا اخترته، ولكن بالكلام بتاعي اللي انا كنت كاتبه قبل كده. ده بالنسبة لتغيير القالب الخاص بالمنشور. اما لو انا حابب ان انا اغير في حجم الصفحة، فيتم من نفس برضو الجزء بتاع خيارات مع التحيات دي، هيتم اختيار تغيير حجم الصفحة. هلاقي هنا مجموعة من الاحجام اللي موجودة عندي، كل دي طبعا اختيارات ممكن اختارها، مفيش اي مشكلة خالص، على حسب الديزاين او التصميم اللي انت بتعمله وطبعا الطباعة اللي انت هتطبعها بعد كده. وليكن مثلا انا هختار التصميم ده وليكن مثلا C4، ثم اوتوماتيك ظهر لي العرض والارتفاع واعلى وايسر واسفل وايمن بمجرد ما اخترت C4 ده مثلا يعني. وبعد كده هيتم الضغط على زر موافق لتطبيق الحجم ده على المنشور. لاحظ طبعا التغيير اللي حصل ان هو غير في حجم الصفحة الموجودة عندي.